مصادر أمنية إسرائيلية تؤكد فشل اغتيال رئيس أركان حزب الله محمد حيدر في غارة في البسطة في بيروت. واشنطن تؤكد التزامها بحل دبلوماسي في لبنان وتدعو إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة. الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مدينة سنجا الاستراتيجية من الدعم السريع. أهلا بكم إلى هذه الفترة الإخبارية التي تمتد على مدار الساعتين القادمتين، ونبدأ هذه الساعة من هذا الخبر العاجل، حيث هناك 8 قتلى على الأقل في غارة إسرائيلية على بلدة في شرق لبنان في سهل البقاع. 8 قتلى على الأقل، إذن نحن أمام غارة كبيرة ومكثفة من قبل الطيران الإسرائيلي. سنوفيكم بالتفاصيل أكثر فور توفر معلومات عن هذه الغارة. ونبدأ الحقيقة هذه الساعة من تطورات غارة البسطة في وسط بيروت، إذ أكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن العملية استهدفت بالفعل القيادي في حزب الله محمد حيدر لكنها فشلت. قبل ذلك نفت مصادر داخل حزب الله للحدث وجود القيادي في صفوف محمد حيدر داخل المبنى الذي استهدفته إسرائيل. وحيدر الذي تم تداول اسمه كمستهدف في الغارة كان نائبا سابقا في البرلمان اللبناني ومستشارا لنصر الله، ويوصف بالعقل الأمني الاستراتيجي للحزب. وكالة الأنباء الرسمية في لبنان كشفت أن إسرائيل استخدمت قنابل خارقة للتحصينات، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل، وذلك في رابع هجوم جوي إسرائيلي خلال أيام يستهدف منطقة في وسط بيروت. نايمين بأمان الله خي، ما لقينا الا شيء، طلع اول ضربه وثاني ضربه، ومن هونيك برايح ما عدنا وعينا على شيء، غبره وتكسير بيوت. هيدي الصغيره وابني معي كمان تحول. وبعد انذارات بالإخلاء استأنف الجيش الإسرائيلي غاراته على الضاحية الجنوبية، واستهدفت الغارات مناطق الرويس والحدث وبرج البراجنة. ضرب الحلباوي اجى الثاني بطع شيء لونين ابو صالح جار شفت هذا اخر طابق 100% هلا بتحسن هلا روحوا هيك ورا لا مش تحذير هيدي هي ضربه هيدي ضربه تحذير مش تحذير ضربه ضرب كل المجمع ضرب وحده بس وفي الجنوب قالت الوكالة اللبنانية إن القوات الإسرائيلية تقوم بعمليات تفجير عنيفة لمباني في مدينة لخيام، أن أصوات الانفجارات سمعت في البلدات المجاورة. وأشارت الوكالة إلى أن دبابات إسرائيلية تمركزت عند مثلث كفر كلا قليعة تل النحاس بعد أن توغلت أمس من محور دير ميماس، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات مع حزب الله عند مثلث مارون الراس وعيناته
بنت جبيل، وأضافت أن إسرائيل واصلت غاراتها على بلدات الجنوب بكثافة، ومنها رومين ودير سريان ودير الزهراني. هذا وأفادت مصادر الحدث أن قوات إسرائيلية سيطرت على الجزء الأكبر من بلدة البياضة في جنوب لبنان. ووفق مصادر الحدث فإن سيطرة إسرائيل على البياضة يمكن الجيش الإسرائيلي من التحكم بساحل سور جنوب لبنان. تواصل مع مراسلينا من بيروت محمود شكر. محمود أهلا بك. ومن رميش في جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف. ناهد أهلا بك. نبدأ ناهد سريعا مع هذا التصعيد الموجود في هذه البلدات وخصوصا من المواجهات البرية. نعم محمود، هي لا تزال تتركز في كل القطاعات، تحديدا أولا أو بداية مع القطاع الشرقي في جنوب لبنان، تحديدا مدينة الخيام، هذه المدينة التي منذ أيام ونحن نتحدث عن المواجهات التي تحصل فيها والمحاولات للدخول إليها. كانت هذه الليلة هي من أعنف المعارك التي شهدتها هذه المدينة طيلة ساعات الليل مقارنة بكل الأيام السابقة، ولكن صباحا كانت تقدمت القوات الإسرائيلية إلى وسط هذه المدينة بعد محاولات متكررة على مدى هذه الأيام. هي لم تعلن أو لم تتمكن من السيطرة عليها كاملة، ولكنها بالفعل كانت تقدمت إلى وسط المدينة خصوصا بعد محاصرتها كاملا من مختلف المناطق التي تحيط بها، من كان بالمحاصرة النارية أو حتى بالمحاصرة العسكرية مع تقدم القوات الإسرائيلية يوم أمس إلى منطقة دير ميماس. من هذه المنطقة كانت تقدمت أيضا القوات الإسرائيلية اليوم وصولا إلى أطراف بلدة أرنون. محمود، كنا نقول يوم أمس بأن هناك استهدافات مكثفة لمنطقتي أرنون وشقيف، هما تقعان على ببقعة جغرافية مرتفعة ولها موقع استراتيجي مهم، وبالتالي بالفعل وصلت إلى أطراف هذه البلدة مع استمرار القصف المدفعي على هاتين المنطقتين. كانت حزب الله أشار إلى أنه اشتبك اليوم مع قوة إسرائيلية في منطقة دير ميماس من مسافة قريبة بالأسلحة الرشاشة والأسلحة الصاروخية، وقال أيضا بأنه استهدف تجمعين لجنود إسرائيليين في تلك النقطة. أيضا في منطقة الخيام، رغم تقدم القوات الإسرائيلية إلى وسط هذه النقطة، لا تزال الرشقات الصاروخية تطلق باتجاههم تحديدا في شرق هذه المدينة، مع استهدافه أو مع استهداف حزب الله لأربعة تجمعات لجنود إسرائيليين عند أطراف هذه المدينة، عند شرق هذه المدينة، بالإضافة إلى تواصل الرشقات الصاروخية باتجاه كريات شمونة والتي تقع خلف منطقة الخيام في الجانب الإسرائيلي. أما بالنسبة للقطاع الغربي فالمواجهات كانت لا تزال مستمرة في بلدات طير حرف الجبين وشمع، هذه البلدات الثلاثة كانت تشهد هذه المواجهات، كانت أعنفها أيضا في منطقة الجبين في ساعات ما بعد منتصف الليل يوم. كانت لا تزال هذه المواجهات تحصل خصوصا في منطقة شمع، حيث أيضا كنا نقول بأن القوات الإسرائيلية تقدمت منها إلى أطراف البياضة، لأنها أيضا اليوم تقدمت إلى منتصف هذه النقطة، هذه المنطقة، منطقة البياضة، في محاولات أيضا للوصول إلى الطريق الساحلية التي تربط النقورة بصورة. بالتالي بالفعل هناك اليوم كان تقدم إسرائيلي في منطقة الخيام، في منطقة دير ميماس، وحتى في منطقة البياضة مع استمرار أيضا المواجهات. حزب الله أيضا أعلن منذ بعض الوقت عن استهدافه دبابة مركافا في منطقة شمع التي تشهد هذه المواجهات بصاروخ موجه، مع استمرار أيضا المواجهات واستهدافات لتجمعات لجنود إسرائيليين إن كان في هذه البلدات أو في المواقع الإسرائيلية على كامل الشريط الحدودي. محمود شكر، الرويس والعمروسية، وأيضا في تحذيرات لبعض المناطق الأخرى وترقب لبعض الغارات التي يمكن أن تحدث، يعني لو تعطينا تفاصيل أيضا. نعم، هذه التحذيرات التي أشرت إليها والتي أيضا توقفت الغارات منذ ساعتين، بقي ثلاث غارات إذا أخذنا خارطة الإنذارات التي أشار إليها الجانب الإسرائيلي. منذ دقائق معدودة كان هنالك عدد من أصوات الانفجارات التي تبين إلى أنها أصوات لخرق لجدار الصوت، ونحن بطبيعة الحال ننتظر كما ينتظر الكل من الأطقم الإعلامية للغارات
التي حددت باتجاه الجاموس والليلكي وأيضا سان تريز، وكان قد سبق ذلك عدد من الغارات باتجاه العمروسية التي لا تزال النيران أيضا تخرج من البقع التي استهدفها الطيران وعلى دفعات متتالية، وأيضا إلى الرئيس التي هي في وسط الضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى الكفاءات والجاموس والحدث. تأتي هذه الغارات بعد العصر في سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي هي لم تتوقف على مدى الأيام الماضية، مع ساعات الفجر الأولى وتحديدا بعد الساعة 12 كان هنالك عدد من الإنذارات، ثم بعد ذلك نفذ الطيران الحربي عدد من الغارات باتجاه الحدث وأيضا باتجاه داخل الضاحية من الشياح إلى الغبيري، ثم مع ساعات الصباح الأولى كان هنالك أيضا عدد من الإنذارات التي دعمت أو التي رافقها أيضا عدد من الغارات، لتتوقف الغارات على مدى ساعات معدودة، ثم بعد ذلك تأتي إنذارات بعد الظهر وتحديدا مع الساعة الثانية ظهرا، نفذ الجانب الإسرائيلي جزءا من هذه الغارات والتي كان الزملاء بها على الهواء مباشرة، ولكن الآن ننتظر الجزء المتبقي من الغارات المشار إليها بخرائط الإنذارات. طيب أعود لناهد سريعا. ناهد، لو نؤكد على فكرة المرور والاحتلال، لأنه البعض يتحدث أنه هذه الخيام وغيرها من المناطق اللي دخلت فيها القوات الإسرائيلية احتلتها، المعلومات تقول هي تدخل تنفذ مهام وتعود مرة أخرى، فلو تشرح لنا هذه النقطة. سابقا هذا ما كان يحصل محمود، عندما تدخل القوات الإسرائيلية إلى أي منطقة تدخل ومن بعدها تعود وتغادر. يمكن القول بأن كامل الشريط الحدودي سقط عسكريا، ولكن هذا لا يعني أنه الإسرائيليين يتواجدون بالفعل أو يتمركزون في هذه المناطق، بعضها يتمركزون في أطرافها وبعضهم ربما هم لا يتواجدون فيها. هذا المفهوم الإسرائيلي عن سقوط المنطقة العسكرية هو ما يعني تطهير هذه المنطقة بحسب المصطلح الذي يستخدمونه، هو تدمير كل ما له علاقة بحزب الله من أسلحة، من منصات تواريخ، من تواجد أو إبعاد مقاتلي حزب الله، وطبعا بعدها يقومون بتدمير هذه المنطقة، تفجيرها، بالتالي تفجير كل البنى التحتية فيها، ولكن بالتالي هذا السبب هو الذي لا يدفع الإسرائيليين بالفعل للتمركز في هذا المناطق. هناك بالفعل مناطق سقطت عسكريا، ولكن ليس هناك من تواجد للإسرائيليين في هذه المناطق إلا إن كانوا في الأودية وأطراف هذه البلدات. بعض البلدات التي تقدمت إليها كدير ميماس يوم أمس هناك تواجد بالفعل للإسرائيليين للدبابات والآليات العسكرية، وذلك بفعل بسبب يعني خطة التوغل أكثر إلى المناطق إلى العمق الجنوبي أكثر، كما يحصل أيضا في شمع عندما تم استخدام الدبابات أو بطاريات المدفعية عفوا إلى تلك المنطقة. هناك تمركز للقوات الإسرائيلية في عدد من البلدات تحديدا التي تشهد مواجهات واشتباكات، وبالتالي لأنها تريد من هذه المناطق التوغل أكثر. إنما البلدات الحدودية ليس شرطا بأن تكون في كل هذه البلدات هناك قوات إسرائيلية موجودة، أقله عند أطرافها. يمكن القول عن عيترون، عن كفركيلا مثلا، هذه البلدات تتواجد بالفعل فيها القوات الإسرائيلية. بالنسبة لمدينة الخيام هناك تواجد منذ أيام، ولكن عند أطرافها الجنوبية والشرقية اليوم تمكنت من الوصول إلى منتصفها، ولكن هذا لا يعني بأنها متواجدة بالكامل، خصوصا وأنه منذ حوالي 15 دقيقة أغارت الطائرات الحربية على مدينة الخيام، وبالتالي هناك بالفعل هي لم تتمكن من السيطرة كاملا على هذه المدينة، ولو كانت تتواجد في كاملها لما كانت شنت هذه الغارة الإسرائيلية عليها. شكرك ناهد يوسف، شكرا جزيلا لك. يعود لمحمود شكر مرة أخرى. محمود، أتابع من خلفك يعني إذا كان هناك فعلا جديد في موضوع الغارات، وأيضا لو يعني إذا فعلا بدأت الخسائر بالنسبة للمناطق التي استهدفت بالفعل. نعم، بالنسبة إلى مستوى الخسائر وتحديدا في الضاحية الجنوبية، عادة ما أن تأتي الإنذارات حتى تكون هذه الأبنية
قد انخلت كليا أو هي بالأصل غير مسكونة، لذلك الأرقام في على مسألة الضحايا أو الجرحى هي ضئيلة جدا بعكس ما عليه في مناطق البقاع، وأيضا بالإشارة إلى هذه المنطقة أي البقاع التي أتيت على ذكرها وتحديدا بلدة شموستار حيث ذكرت المعلومات إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى، فالصورة تختلف ما بين الضاحية الجنوبية وما بين البقاع. هنالك في كل من الغارات ما أن ينتهي الليل حتى يكون العدد قد قارب ما بين 40 إلى 50 ضحية، لأن أغلب الغارات التي تكون باتجاه أبنية أو منازل أو دور هي تكون مسكونة، وبالفعل يكون هنالك عائلات بأكملها تحت الردم كما حصل في شمصار أو كما حصل بالأمس وتحديدا في دورس، حيث أتت هذه الغارة لاستهداف عدد من الأطباء وتحديدا بالقرب من مشفى جامعي في المنطقة. الرصاص العشوائي عاد الآن ليخرج من الضاحية الجنوبية كما نسمع، وهذا الرصاص يذهب ويأتي وفي بعض الأحيان يخفت، ولكن العلامة الفارقة إلى أنه يكون مع الإنذارات لبث حالة من الحذر ومن التنبيه السريع لكي يغادر من تبقى بالقرب من الأهداف التي حددها الجانب الإسرائيلي عادة عبر الخرائط التي ينشرها. حمود شكر مراسلنا في بيروت، شكرا جزيلا لك، وأشير فقط لي ما تحدثنا عنه في شمستار في بعلبك، هذه الغارة التي نتج عنها 8 قتلى حتى الآن، 8 أشخاص بينهم 4 أطفال، وهناك 9 آخرون مصابون بينهم 4 في حالة حرجة، يعني 8 القتلى مرشحة للإزدياد. إذن نحن في بعلبك شرق لبنان بعيد عن بيروت في مدينة وفي بلدة شمستار، نحن أمام 8 قتلى بينهم 4 من الأطفال والإصابات 9 في 4 من 9 في حالة حرجة وخطيرة في هذا الأمر. أشير لعاجل آخر أيضا ليس بعيدا ما قاله أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، إنه رهينة إسرائيلية قتلت في منطقة تتعرض لقصف إسرائيلي في شمال قطاع غزة. هذا يعني الكثير بالنسبة للإسرائيليين وبالنسبة لأهالي المحتجزين الذين دائما ما يحاصرون منزل نتنياهو ويعترضوا على السياسات التي اتبعها نتنياهو بشكل كبير في تناسي المحتجزين. نحن أمام واحد من المحتجزين قتلوا بنيران إسرائيل في إطار تكثيف القصف الإسرائيلي على مناطق شمال القطاع. إذن نحن أمام تخوف جديد اليوم انضاف بعد هذه الغارة وهذا المبنى الكبير الذي انهار في منطقة البسطة، وأسئلة كثيرة جدا أطرحها مع ضيفي الدكتور مجيد مطر الباحث السياسي من بيروت. دكتور مجيد أهلا بك. التخوف اليوم وهو حينما غادر هوكشتاين بيروت إلى تل أبيب وتحدث نعيم قاسم على أنه كان وافق على الأقل على هذا المقترح الأمريكي، التخوف الجديد اليوم أنه قد يكون هناك موقف من حزب الله جديد بعد هذا الغارات الإسرائيلية المتواصلة ضد المناطق المدنية في بيروت بهذه الطريقة، يعني هل هذا متوقع؟ وماذا لو أن نعيم قاسم خرج وقال ما اتفقنا عليه مع هوكشتاين لن نلتزم به لأن إسرائيل بتكثف الغارات بهذه الطريقة الكبيرة، وبالتالي هناك سيناريوهات ما زالت في الخفاء؟ يعني مساء الخير لحضرتك وللمشاهدين والمشاهدات الكرام. لا شك أن إسرائيل لديها خطة في لبنان، هي تستطيع أن تتلقف المبادرات إنما من دون أن تلتزم بمهلة لتنفيذها.
كي لا تبدو أمام العالم أنها هي من تعطل، إنما لإسرائيل أهداف في لبنان أكثر مما يتوقع البعض. هي تتقدم في الجنوب وإن ببطء من خلال مواجهات مع مقاتلي حزب الله، إنما لا أعتقد أن المبادرة وإن كانت جدية وأن الحلول القادمة ستكون على أساسها، إنما إسرائيل تقوم بتوسيع عملياتها لأكثر من هدف، حتى أن التدمير، هذا التدمير هو تدمير سياسي لاحقا سيتم استخدامه تجاه لبنان لأجل ضغوطات سياسية، على غرار ما يحدث في سوريا بأن إعادة الإعمار لن تكون بلا تحقيق مكاسب سياسية لأكثر من طرف. وبالتالي إن ما نشهده اليوم هو مسألة تصعيد، ليس لأنه اقترب الحل، بل لأن إسرائيل تريد أن دائما أن تبدو هي في موقع المبادر العسكري. وبالتالي إن محاولة اغتيال محمد حيدر هي في سياق مخطط لاغتيال أكبر عدد من قيادات حزب الله، حيث أن اللبنانيين ما أن يسمعوا هكذا نوع من أصوات انفجارات متتالية ولكن مكتومة، حتى يستنتجوا أن هناك حالة محاولة اغتيال. بالتحليل يبدو أن حزب الله بخلاف المرات السابقة حيث كان لا يعلن ولا ينفي، قام على الفور في هذه المرة بإعلان نفي أن يكون المستهدف محمد حيدر، وبالتالي يبدو أن هذا المسؤول المهم في حزب الله قد نجا من هذه العملية. طيب دكتور مجيد، دكتور مجيد، في ظل ما تقوله، هل تتوقع ما طرحه البعض اليوم في لبنان، بمعنى ممكن ما اتفق عليه في حضرة هوكشتاين من وتصريح نعيم قاسم يرجع فيه موقف حزب الله، يعني يقول لن نقبل بهدنة ولن ندخل في هذا الاتفاق، هل ممكن متوقع هذا السيناريو؟ كان مفاجئا من الشيخ نعيم قاسم عندما قال أن حزب الله سيلتزم باتفاق الطائف ويقدم مجموعة من التنازلات للدولة اللبنانية، إنما أنا أستبعد أن حزب الله في هذا الوقت يظهر ليقول بالمباشر أنه يرفض هذه التسوية، إنما يضع بعض نقاط الرفض أو التشكيك أو النقاش كبند حرية إسرائيل في الحركة لمواجهة ما يسمى خروقات، حيث قال بالأمس، صرح بالأمس الوزير السابق بيلي جانس، قال أنه في حال لم تعطى إسرائيل هذا البند أو يوافق لبنان على حرية التحرك الإسرائيلي، يجب علينا أن نوسع الأهداف صوب البنية التحتية للبنان. وما يحدث في هذين اليومين يدخل في هذا السياق، أن هناك ضغط حقيقي على لبنان في لكي يقبل بهذه الشروط، إنما لابد من لفت النظر أن لبنان شيء وأن حزب الله شيء، يعني بمعنى الدولة اللبنانية حتى لو كانت شعرت بهذا الضغط لكنها غير قادرة على إلزام حزب الله أن يشعر بهذا الضغط، حيث أن الحركات المقاومة لا تأخذ في حسبانها الخسائر البشرية، إذ أنها تقاتل وفق شعار إما النصر أو الشهادة. دكتور مجيد، أنت أشرت إلى نقطة وهي ما أصرح به نعيم قاسم وقال يعني نعمل تحت مظلة اتفاق الطائف ونتنازل للدولة اللبنانية، ما الذي وصلك في هذه الجملة تحديدا؟ الذي وصل البعض وأنا أريد رأيك، وهو أنه في بند مهم في بنود الطائف، وهذا سؤال كررته لضيف سابق لك، وهو هل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها للدولة؟ هذا جزء وبند أصيل في اتفاق الطائف، هل ممكن يكون الشيخ نعيم قاسم يقصد ذلك، يقصد أنه سيسلم أسلحته للدولة وأنه سيعود لتنفيذ ما لم ينفذ في اتفاق الطائف عام 89؟ أستاذي، اتفاق الطائف هو يبدأ من الدولة وينتهي عند الدولة. هناك أربع بنود، لن نتحدث في البند الأول الإصلاحات والمبادئ العامة، هناك بند بسط السيادة اللبنانية، حيث تحدث أن عندما تقوم حكومة الوفاق الوطني خلال 6 أشهر على جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية أن
تسلم سلاحها. فقرة أخرى إن القوات المسلحة اللبنانية هي موكول إليها حماية الحدود وتقوم حيث يلزم بحماية النظام العام في تحرير الجنوب وبسط سياطة الدولة اللبنانية. إن الدولة اللبنانية تقوم لتحرير الأراضي أولا بتطبيق القرار 425 وكل القرارات الملزمة لإزالة الاحتلال الإسرائيلي، الالتزام باتفاقية الهدنة، ثم اتخاذ كافة الإجراءات لتحرير الأرض، منها تعزيز دور اليونيفيل وبسط ونشر الجيش على الحدود. إن اتفاق الطائف لم يتحدث يوما ما عن هذا الدور لحزب الله، تحدث عن دور دولة هي التي تتخذ الإجراءات، تضع سياسات دفاعية، توكل للجيش اللبناني أن ينفذها باستراتيجيات دفاعية. وبالتالي إن نص دور الجيش في حماية الحدود نص مباشر، بينما المقاومة تأويل، حزب الله يؤول اتفاق الطائف كما يريد. على حزب الله إذا أراد أن يلتزم باتفاق الطائف أن يسلم سلاحه للدولة، وهي عليها كما كل اللبنانيين أن يدافعون عن وطنهم عندما يحدث هناك احتلال. أشكرك دكتور مجيد مطر، أشكرك. والمسألة ليست بمسألة تفضل والمسألة ليست بمسألة السلاح. الجيش اللبناني لديه سلاح، إنما إمرته للدولة، بينما سلاح حزب الله إمرته خارج الدولة، هنا خطورته. ده السؤال، إنه إذا كان يقبل بأن يكون الطائف مظلة له، يعني هكذا يقول نعيم قاسم، فلماذا يقبل ببنود ولا يقبل ببنود أخرى؟ يعني ما قاله دكتور مجيد مطر واضح جدا بأنه يبدأ من الدولة وينتهي بالدولة. طالما قبلت بالطائف اقبل بكل البنود. بشكرك دكتور مجيد مطر، شكرا جزيلا لك. في غزة قتل أكثر من 20 فلسطيني وأصيب العشرات جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع. وقالت تقارير فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون، ما أدى إلى مقتل عائلة بأكملها من 7 أشخاص وإصابة آخرين. كما استهدفت غارة أخرى منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى على الأقل، فيما أكد الدفاع المدني مقتل شابين في منطقة المواصي في غرب رفح. كانت والله أصعب ليلة نعيشها. أنا جيت أجري هذه خيمة أختي قاعدة فيها، بيتها راح في الحرب وهي كمان خيمتها راحت. اللهم حكوا ضر على أبو سبلة راحت، أجينا نجري جراي لقينا زي الحي شوفتها وولادها كلهم تحت الزينق وتحت الحجار فوقيهم متنط ورط، والحمد لله طلعوا بخير وسلامة. لكن قرايبنا دار عليه أبو سبلة الله يرحمهم يا رب ويجعل مسواهم الجنة استشهدوا، عندهم 5 شهداء وولد برضو من عائلة تانية من دار دريز الله يرحمه يا رب. كانت المرأة وجوزها وولادها وبناتها متجوزات عندها بأحفادها راح الله يرحمهم يا رب يجعل مسواهم الجنة. قد ما شوف قديش طلعنا نزوح من مكان لمكان وقديش اتحصرنا وإيش اللي صار فينا، لكن هذه كانت الليلة صعبة كتير كتير، وبالذات على أختي وولاد أختي وبنتها حاملة بشهرها كمان الله اللي طفيها الحمد لله رب العالمين. وهنا ابن أختي وهي أختها هي تحت الزينجو هذا، وهناك جوز أختي وهي بنتها الصغيرة كمان كانت نايمة وبنتها التانية، وهنا خيمة بنتها وجوزها. دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الدول الموقعة على اتفاقية روما احترام وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت. هي ليست مسألة تأييد أم لا، هي مسألة التزامات.
الأعضاء والدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمون بتنفيذ قرار المحكمة. إنه ليس خيارا، يمكنك الانسحاب والقول لم أعد عضوا في المحكمة، ولكن من واجب الدول الأعضاء والدول المرشحة أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي أن تلتزم بقرارات المحكمة الدولية. لذلك سيكون من المضحك جدا أن يكون لدى الوافدين الجدد في الاتحاد الأوروبي التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون. وفي رده عن سؤال بشأن دعوة الزيارة التي قدمتها المجر لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قال بوريل إن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي ملزمون بتطبيق قرارات الجنائية الدولية، ومن يرفض ذلك سيواجه تبعات قانونية. إذن نحن أمام هذه الصور التي تظهر أمام الآن، نحن أمام غارة إسرائيلية وضربة في منطقة سانتاريز في ضاحية بيروت، قريبة من ضاحية بيروت الجنوبية، وبالتالي نحن ما كنا ننتظره حدث بالفعل في إطار سلسلة الغارات. كان بقي منطقتان تم توجيه إنذار بالإخلاء إليهما من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وبالتالي بدأت الاستهدافات. سمعنا أيضا حين كان معنا مراسلنا قبل قليل محمود شكر أصوات طلقات رصاص من الرشاشات، هي طلقات تحذيرية يطلقها عناصر حزب الله للمناطق المنذرة بالإخلاء ليتم الإخلاء. إذن نحن أمام غارة إسرائيلية لواحدة من المناطق التي تم إنذارها بالإخلاء، وبالتالي تنضاف منطقة جديدة من المناطق التي استهدفت. قبل قليل كنا نتحدث عن الرويس والعمروسية في الضاحية، الآن نحن أمام منطقة جديدة سانتاريز، منطقة سانتاريز في موجودة في، أتمنى أقول لو الزملاء يصححوا إن أخطأت، في إنها قريبة من الضاحية الجنوبية أو داخل الضاحية، قريبة من الضاحية وليست داخل الضاحية، منطقة سانتاريز القريبة من الضاحية الجنوبية. وطبعا سنتابع بعد قليل ما يمكن أن يتمخض عن هذه الغارة، ماذا استهدفت وبالتالي ما حجم الضرر الناتج عنها والتعامل مع هذه الغارة. أترك لكم هذه الصورة للضاحية الجنوبية ومساء وسماء الضاحية الجنوبية في وقت واحد في هذا المساء بعد هذه الغارة لسانتاريز. نكمل في موقف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، كرر التزام الولايات المتحدة التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي، أكد خلالها أوستن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، ومشددا على أهمية ضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل في لبنان. وأورد بيان لوزارة الدفاع أن أوستن جدد دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى مواصلة اتخاذ إجراءات بهدف تحسين الوضع الإنساني المزري في غزة. أناقش هذا الموضوع مع ضيفتي دكتورة هبة القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن. دكتورة هبة أهلا بك. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بك. أوستن أمامه شهر أو شهر ونصف تحديدا ويغادر منصبه، وبالتالي على الجميع أن ينظر إلى هذه التصريحات بأنها قد لا تكون إلا مجرد تصريحات، يعني الرجل لن يكون في منصبه، وبالتالي ما الفرق بين أنه شخص في منصب ومؤسسة، يعني البنتاغون المؤسسة العسكرية الكبرى إلى أي حد يمكن أن تكون ملتزمة بقرارات وزير الدفاع السابق مثلا لو تغير الشخص؟ حينما تتفق تصريحات وأهداف الإدارة والمسؤول السابق مع أهداف الإدارة المنتخبة والمسؤول الجديد، حينما تتفق الأهداف في إدارة سابقة وإدارة قادمة
هنا يصبح استمرارية العمل قائما ومحتملا بشكل كبير. هناك شقين في تصريحات لايت أوستن وزير الدفاع الأمريكي، ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية في جنوب لبنان وما يتعلق بقطاع غزة والاشتراطات التي فرضتها الولايات المتحدة على إسرائيل لتحسين المساعدات الإنسانية وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، وما تقوم به إسرائيل يتنافى مع القوانين الأمريكية التي تنص على عقوبات إذا تم انتهاك هذه القوانين. فبالتالي هذا يعني هناك شقين. بالنسبة لجنوب لبنان هناك أمال واسعة تتزايد يوما بعد يوم في إمكانية إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار. هناك تصريحات إسرائيلية أنه قد يكون خلال الأسبوع المقبل، وهذا يعني أن إسرائيل لديها النية بعد أن حققت الكثير من الأهداف في تدمير ما يقرب من 80% من المستودعات الأسلحة لدى حزب الله، في دفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وبالتالي حتى فيما يتعلق بالرفض اللبناني للاشتراط الإسرائيلي بحق التدخل إذا انتهك حزب الله هذا الاتفاق، هذا يمكن لإسرائيل وأتوقع أنها ستتنازل عنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، وسيكون بموجب هذا الاتفاق هناك مهلة 60 يوم يتم فيها انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وهذا يعني أنه إذا تم هذا الاتفاق الأسبوع القادم فهذا سيكون بعد 60 يوم ستكون إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تولت السلطة، وبالتالي سيحسب هذا الإنجاز لصالح الرئيس ترامب بشكل كبير، سيخفض الغضب من استمرار الحرب في قطاع غزة لدى الرأي العام الإسرائيلي، سيظل نتنياهو متمسكا بالحرب في إسرائيل حتى يتجنب الملاحقات القضائية والتحقيقات حول مسؤولية طوفان الأقصى، وبالتالي هناك الكثير من يعني النجاحات إذا صح التعبير أو الأهداف التي حققتها إسرائيل في هذه الحرب. دكتور هبة، أنت أشرت لنقطة سألنا عليها كثيرا ومرارا، وهو فكرة باسم من يتحدث ويتحرك هوكشتاين، باسم بايدن ولا باسم ترامب؟ فكرة الستين يوم اللي أشرت إليهم أنه أي منجز هيتم بعد 60 يوم هيكون عند ترامب، إذن الرجل يتحرك باسم ترامب أكثر مما يتحرك باسم بايدن. يعني أنت توافقي على هذه النقطة حتى لو أن ترامب لم يستلم حتى ترامب لم يستلم رسميا، لكنه واضح أنه هو المحرك لهوكشتاين في هذه المرحلة. يعني هناك رضا من الرئيس ترامب على الجهود التي يقوم بها عاموس هوكشتاين، وهذا جعل لهوكشتاين ثقل أكبر في التفاوض مع القادة اللبنانيين وأيضا مع قادة إسرائيل، خاصة أن الأرضية يعني مفيدة لكل من لبنان وكل من إسرائيل، وأيضا مفيدة لإدارة ترامب القادمة، وبالتالي ترامب يحرص على استمرار جهود هوكشتاين الذي يعمل الآن بمسؤولية إدارة ترامب، وربما في هذه المسؤولية أو على الأقل يعني يستمر حتى إنجاز هذا الاتفاق مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب. بشكرك دكتورة هبة القدسي. دكتورة هبة شكرا جزيلا لك. أشكرك أستاذ محمد. شكرا. أكد وزير الإعلام السوداني خالد العيسر سيطرة الجيش السوداني على مدينة سنجة، وأكد العيسر في بيان له أن القوات المسلحة ستعيد سيطرتها على كافة الأراضي السودانية بعد قضائها على الفتن التي زرعها من وصفهم بالمتمردين والعملاء. من جهة أخرى أعلنت منصة الناطق الرسمي عن وصول رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى ولاية سنار للوقوف على سير العمليات العسكرية ومتابعة التطورات الأمنية في المنطقة.
هذا ودعا القائد الميداني في الجيش السوداني العقيد العبادي الطاهر الزين من أمام مباني الأمانة العامة لحكومة ولاية سنار، دعا والي سنار للعودة إلى مكتبه بعد استعادة الجيش سيطرته عليها وإخراج قوات الدعم السريع منها، متوعدا الأخيرة بملاحقتها في كل مكان في الأراضي السودانية. قتل من قتل والبقية ولوا الأدبار، لكن أقسم بالله والله العظيم محل ما يمشوا ونحن وراهم. الله قبل كده ده رسالتنا كانت في الدندر، وكانت رسالة واضحة وصريحة. بعد ما حررنا مدينة الدندر قلنا لناسين جبل له راسكم، احنا الكلام اللي بنقوله ما طابوا، الكلام اللي بنقوله بننفذه. الله أكبر، رسالتنا للشعب السوداني انه والله ناخذ لكم حقكم كامل مكمل، كامل مكمل ناخذ لكم حقكم. وكان وعدنا السيد الوالي، والي ولاية سنار، السيد الوالي توفيق، قلنا له ان شاء الله لغانا الجاي معاك حيكون في شنو؟ في سنجا. بس الان أمارة الحكومة. الله أكبر، رسالتنا للسيد الوالي توفيق. الله أكبر، رئاسة ديوان حكمك ودي رئاسة حكومتك، تعال استلم عشان تسوس المواطنين ان شاء الله. الله اكبر، الله اكبر. اما نحن خلف هؤلاء الخونه محل ما يمشوا احنا. بارك للشعب السوداني عود السنجة إلى حضن الوطن. الله أكبر، عود السنجة حمرت عين ورجالة. الله أكبر، يا أبو حمرت عين ورجالة إن شاء الله، يعني عاد السنجة إلى حضن الوطن. الله أكبر، الله أكبر يا سعادتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بس البشرى يا سعادتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عود السنجة إلى حضن الوطن. عود السنجة. إذن ما الذي تعنيه هذه البلدة، هذه المدينة سنجا تحديدا بالنسبة إلى ولاية الجزيرة؟ ما الذي ستختلف عليه الأمور بعد عودة سنجا مرة أخرى؟ سيطر الجيش السوداني على مدينة سنجا صباح اليوم، فما الذي نعرفه عن هذه المدينة وماذا عن الأهمية العسكرية والاستراتيجية للسيطرة عليها؟ جغرافيا تقع مدينة سنجا على الضفة الغربية لنهر الأزرق، النيل الأزرق، وتبعد جنوبا عن العاصمة الخرطوم بحوالي 360 كيلومتر، كما تبعد المدينة عن مدينة سنار حوالي 60 كيلومتر. هي عاصمة ولاية سنار، إحدى ولايات السودان 18. وسنجا وفق مصادر عسكرية سودانية هي آخر المدن الاستراتيجية في ولاية سنار التي كانت تخضع لسيطرة الدعم السريع وتمكن الجيش من استعادتها. في سنجا يوجد مقر قيادة الجيش، عدد من دوين حكومة الحكومية ولاية سنار، ومن يسيطر عليها تمكن من السيطرة ناريا على كل المناطق الواقعة في جنوب شرق ولاية الجزيرة. وقبل السيطرة عليها استبق الجيش السوداني السيطرة على جبل مويا الاستراتيجي القريب منها، وبحسب مصادر عسكرية سودانية فإن خطوة الجيش هدفت لعزل الدعم السريع داخل سنجا ومنع قواته من الوصول لولاية الجزيرة عبر هذا المحور. كما أن السيطرة على سنجا وفق المصادر تعني السيطرة على المنافذ المؤدية إلى ولايات النيل الأزرق والجزيرة والنيل الأبيض وسنار أيضا. وتفيد المصادر العسكرية السودانية بأن السيطرة على سنجا سيؤدي لتسريع العمليات الحربية لاسترداد ولاية الجزيرة من قوات الدعم السريع بشكل كامل. سؤال مهم يطرح نفسه بالنسبة للجيش في إطار هذا المكسب، إلى أي حد يمكن قياس هذا المكسب في إطار مكاسب قد تتحقق لاحقا؟ من الرياض أستاذ عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية. أستاذ عثمان أهلا بك. إلى أي حد يمكن قياس هذا المكسب بالنسبة لسنجا أن تعود في يد الجيش مرة أخرى؟ وإلى أي حد يمكن أن نتوقع مصير ولاية الجزيرة بشكل كامل يعني؟ نعم، يعني هو نقطة تحول كبيرة هذا الانتصار الذي حققه الجيش من زاويتين، الزاوية العسكرية طبعا واضح تماما أن هذه المنطقة منطقة استراتيجية وتسمح بحماية ولاية النيل الأزرق التي حاول أن يتمدد إليها الدعم السريع، ثم تسمح أيضا بحماية ظهر ولاية النيل الأبيض
وتعطي فرصة قوية جدا للتقدم بصورة مضطردة نحو مدينة مدني، وهو الهدف الأهم في هذه المرحلة، باعتبار أن ذلك يعني عمليا الإبقاء فقط على المناطق التي بدأت بها الحرب في ولاية الخرطوم. لكن أنا أعتقد الزاوية ربما الأهم الآن هي التوقيت. يعني خلال الفترة الماضية، فلنقل حوالي شهر تقريبا أو أكثر قليلا، مناطق في ولاية الجزيرة، مناطق شرق الجزيرة، تعرضت لانتهاكات غير يعني لا يمكن أن تصدق على جميع المناطق التي كانت تخضع لقوات الدعم السريع. وهذه الاختراقات أثرت على المواطنين بصورة كبيرة، ونزح مئات الآلاف من المواطنين في شتى المناطق السودان. هذا الأمر أدى إلى درجة من الانخفاض الروح المعنوية لدى الشعب السوداني، وإحساسهم بأنهم يدفعون ثمنا كبيرا جدا في هذه الحرب، دون أن يروا ما يمكن أن يطمئن أن هناك قدرة على التعامل مع هذه الأوضاع واستعادة الأوضاع السابقة قبل الحرب. لكن الآن هذه الخطوة عززت الروح المعنوية لدى المواطن، أعطته الانطباع بأن الجيش قد يتأخر لكنه بالتأكيد سيحضر وسيكون وسيأتي، وهذا يمنح المناطق التي لا تزال تحت الدعم السريع خاصة شرق الجزيرة بأن المسألة الذي ما زالت تحت يد الدعم السريع بالنسبة للتي سيطر عليها الجيش في إطار من يملك أكثر. لا طبعا، ولاية الجزيرة المساحات التي في يد قوات الدعم السريع أكبر من المساحات التي في يد الجيش، لكن هنا الحسابات أستاذ محمود ليست بالكيلومترات المربعة. أنا أعتقد أن الحساب مختلف، ولو سمحت لي سأعطيك يعني مثال كيف يمكن أن تحسب هذه الأشياء بزاوية عسكرية. السنجة وقعت في يد الدعم السريع قبل عدة أشهر، وسيطرت عليها قوات الدعم السريع في اجتياح سريع، اجتاحت هذه المدينة وسيطرت عليها. الآن هناك توقيتان، التوقيت اجتياح المدينة وسقوطها في يد الدعم السريع، والآن استرجاعها بواسطة قوات الجيش السوداني. السؤال الحقيقي الذي سيكون محل هنا محل حسابات دقيقة هو كم خسر كل طرف في هذه المعركة، معركة سنجا، في دخول الدعم السريع إليها ثم خروجه من هذه المدينة. لو حسبت بصورة دقيقة ستجد أن خسائر الجيش السوداني تكاد لا تذكر قياسا بالدعم السريع. يعني الدعم السريع خسر كثير جدا من الأفراد في مناطق كثيرة، جبل موية وغيرها، وخسر الأسلحة، أسلحة كثيرة جدا، أكثر من ربما مما كانت بيد الجيش السوداني. بينما الجيش السوداني لم يخسر كثيرا من الأفراد في خلال هذه الفترة منذ السقوط إلى استرجاع المدينة، ولم يخسر كثيرا من الأسلحة. هذا يعطي المعادلة الحقيقية على الأرض وليس الكيلومترات. معنى ذلك أن مهما طالت الحرب ومهما طالت هذه العمليات العسكرية، طالت من ناحية الزمنية، فإن ذلك يعني أن قدرة الجيش على الاستمرار في هذه الحرب وبنفس النفس أطول كثير جدا من الدعم السريع. الدعم السريع لا يستطيع أن يتحمل مثل هذه الخسائر بصورة مستمرة، فلذلك ليس لديه القدرة على الاستمرار في هذه الحرب أكثر مما عليه. هذا لا يقارن بالكيلومترات المربعة، لأن الكيلومترات المربعة ثبت الآن أنه بسهولة جدا استرجاعها. يعني إذا استطاع الجيش، ونتمنى أن يحدث ذلك، الدخول إلى مدينة مدني، هذا يعني عمليا استرجاع كامل ولاية الجزيرة، رغم أن الولاية كبيرة. مدينة مدني، مدينة يعني هي محدودة من ناحية المساحة الجغرافية، لكن مجرد الدخول إلى مدينة مدني تعني خروج الدعم السريع من كافة مناطق ولاية الجزيرة بصورة عملية يعني على الأرض، ويبقى بعد ذلك ما تبقى من المناطق في ولاية الخرطوم. فإذا الحساب الحقيقي ليس حساب كيلومترات بقدر ما هو حساب إمكانية أي طرف أن يستمر في هذه الحرب بنفس واحد دون أن يستنزف قدراته في هذه المعارك. أستاذ عثمان، أحيل إليك سؤال حتى تفكر فيه مع المشاهد الكريم اللي بيستغرب. في كثير من المشاهدين يقولون الجيش عنده طيران حربي، وأخذ طيارات من بعض الدول الشقيقة، طيارات حربية، ويملك السماء، والدعم السريع لا يملك ولا طائرة، ورغم ذلك أنه الجيش غير قادر على الحسم حتى الآن، رغم أنه طائرة واحدة قد تحسم المعركة. من يملك السماء يملك الأرض كما يقولون في القاعدة العسكرية.
لا يا لكن هذا انا اعتقد هذا الاستنتاج فيه يعني ربما نقطه مهمه جدا لم توضع في الاعتبار. فضل. وهي ان هذه حرب مدن، هذه ليست حرب بين جيشين نظاميين، هذه ليست حرب بين دول، هذه حرب مدن. يعني الجيش اذا اراد ان يقصف منطقه هناك حسابات معقده جدا للمدنيين في هذه المنطقه، للبنى التحتيه التي تتبع للدوله، لا يستطيع استخدام سلاح الطيران بصوره مطلقه، هناك حساسيه عاليه جدا في استخدام سلاح الطيران. ورغم هذه الحساسيه احيانا يصاب بعض المدنيين الذين يكونون في اماكن قريبه من الاماكن التي فيها قوات الدعم السريع، وقوات الدعم السريع في العاده تستخدم المواطنين كدروع بشريه، مما يصعب احيانا مهمه الطيران. فاذا الطيران يقوم بعمل كبير. الان لاحظنا في الفتره الاخيره ان سلاح الطيران يكاد يكون يباشر عمليات يوميه في جميع ارجاء السودان، بمعنى انه لا يخوض معركه في مكان واحد لكن في اقصى الغرب وفي وسط السودان وفي كردفان وغيرها. شكرك أستاذ عثمان مرغني. أستاذ عثمان شكرا جزيلا لك. لم تنتهي ملفاتنا، استراحة قصيرة، أعود بعدها لنفتح ملفات الساعة الثانية.